بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعداء جدا بأن نلقاكم مشاهدينا الأفاضل في هذا المباشر، برنامج مفاتيح من قناة القرآن الكريم، قناة الخامسة للتلفزيون الجزائري، الموعد الاجتماعي اليومي الذي يستمر معكم إلى غاية الخامسة والنصف بحول الله سبحانه وتعالى. موضوع اجتماعي بامتياز تحت عنوان المخدرات وعواقبها على الفرد والمجتمع. سنخوض في نقاش حول هذا الموضوع وحول هذا العنوان في مسألة المخدرات، هذه الآفة الاجتماعية التي تضرب بالفرد وبالمجتمع على حد سواء، تمس العلاقات، تمس الدين، تمس النفس إلى غير ذلك من العواقب الوخيمة لهذه الظاهرة المؤلمة في مجتمعنا. إذن مشاهدينا الأفاضل، يشرفنا أن تبقوا معنا، أن تتابعونا وأن تشاركونا كذلك النقاش من خلال اتصالاتكم عبر خطوط الهاتف التي ستظهر من حين إلى آخر في أسفل الشاشة. يشرفوني كذلك أيما شرف أن نناقش الموضوع مع أستاذنا محمد بلغيت. مرحبا بك أستاذنا. مرحبا، شكرا، أهلا وسهلا. الله يبارك فيك أستاذنا نور الدين الرحماني. مرحبا بك أستاذنا. أهلا وسهلا. مساء. الله يبارك فيك. أستاذنا يحيى وشابه، مرحبا بك أستاذنا. أخي الأمين، حياك الله، أمسية سعيدة إن شاء الله. الله يبارك فيك. كان من المفترض أن يحضر معنا بروفيسور رابح كشاد لطارئ ألم بابنه مريض، إن شاء الله طهو إن شاء الله، ربي يجعل الشفاء إن شاء الله لابن الأستاذ رابح كشاد. إذا المشاهدين الأفاضل، سنتحدث عن المخدرات وعواقبها على الفرد والمجتمع كمقدمة. نبدأ مع أستاذنا أستاذ يحيى في مسألة الكليات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية بحفظها، والمسألة هنا تتعلق بالمخدرات التي تأتي على كل تلك الكليات التي عانت الشريعة الإسلامية بحفظها. جزاك الله تعالى خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. بداية أحيي أخوي شيخي وأستاذي الشيخ محمد بلغيث والشيخ نور الدين، حياكم الله تعالى وحيا الله المشاهدين والمشاهدات. نعم، الموضوع تاع اليوم أخي الأمين موضوع مهم جدا، لأنه صار ظاهرة. يعني اسمح لي نبدأ ببعض الأرقام قبل ما نتحدث على الجانب الذي طرحته وهو تأثيره على الكليات الخمس. من حيث الأرقام، يعني هذه إحصائية استقيتها من مدير مكافحة المخدرات والإدمان في الجزائر في محاضرة كان ألقاها عندنا في المسجد. فالرقم اللي أعطانا رقم مهول، بأنه عدد المدمنين في الجزائر يقدر بحوالي 600 ألف مدمن بين شاب وفتاة. 600 ألف، هذا حتى باش يعرفوا الناس اللي راح يسمعونا الآن حجم الانتشار تاع الإدمان. وأنا نقول ربما كان أكثر من 600 ألف، إذا الإحصائية راهي لحقت لهذا، ممكن كلمة مش محصيين، ما مش محسوبين، ما رامش مكتشفين. باش نقدروا نقربوا الصورة أخي الأمين للمشاهد الكريم، احنا في الجزائر الحبيبة فيها 1540 بلدية. لما نقول 600 ألف على مستوى الوطن، رانا نتحدثوا على 400 مدمن في كل بلدية، في كل بلدية، باش يقدر يتصورها المشاهد الكريم الآن، يعرف بلي في بلديته على الأقل كاين 400 واحد مدمن على المخدرات. بمعنى لو هؤلاء المدمنين على المستوى البلدية الواحدة لو يجمعون في مؤسسة، راهم يشكلوا حجم متوسطة، راهي متوسطة فيها 300 تلميذ، فيها 400 تلميذ، فيها 500 تلميذ. فبالتالي الآن الإدمان صار ظاهرة منتشرة متفشية، ويحتاج إلى وقفة حازمة، ويحتاج إلى وقفة صارمة. وأثارها ومخاطرها لا تخفى على أي واحد من الناس، لأنها تتنافى مع الفطرة البشرية. الفطرة البشرية، خلق الله تعالى الإنسان في أحسن تقويم، وعطاه فرصة باش يعيش حياة بجسم سليم. فلما هذا الشاب أو المدمن، سواء كان شاب ولا فتاة، يتعاطى هذه المخدرات، فهو سيتناقض مع ما خلق لأجله. ربنا عز وجل ما خلقنا في أحسن تقويم حتى نعبد الله عز وجل، وحتى نعمر هذه الأرض. فالذي يتعاطى المخدرات سوف يفسد عقله، ويتلف ماله، ويضيع دينه، ويعني يتناقض مع الكليات الخمس التي جاء الإسلام من أجل أن يحفظها. فلهذا هذا الأمر محرم في الشريعة الإسلامية، سواء قياس على الخمر
أو في عموم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ما هو ضار، لا ضرر ولا ضرار، فهي قاعدة كلية تجعل كل ما يؤذي الإنسان أو يؤذي الناس فهو محرم في ديننا، ما دام يضره في عقله أو في بدنه أو في ماله أو في دينه أو في عرضه. وإن كان الأذى في هذه الكليات الخمس فذلك أمر مرفوض في الشرع أو محظور ومحرم. فنحن أمام ظاهرة خطيرة عواقبها خطيرة من كل النواحي، تضر الفرد، تضر الأسرة، تضر المجتمع، تضر الأمة، لأن 600,000 مدمن معناها عندك 600,000 واحد قابل لبيع ذمته تحت تأثير المخدر، راه محتاج إلى مخدر وما عندوش مال قادر ينفذ أي مهمة قذرة من أجل أن يحصل على مال، فهذا كله أذى وضرر. فأظن ربما هاته فقط مقدمة باش نأخذ صورة على حجم الظاهرة والخطر، ولعل الحديث سيكشف عن جوانب أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك أستاذنا على هذه المقدمة. أشرت إلى 600,000 شاب وفتت، بمعنى أنه الفئة العمرية التي تطالها هذه المخدرات وهذه الظاهرة هي دائما الشباب. شباب هم قوة المجتمع، هم قوة الأمة كذلك، والمعول عليهم كذلك في بناء صرح الأمة، تصاب بهذه المخدرات التي تخدر عقولهم وتعطل أيديهم كذلك عن شغل. كم تفوت الأمة على نفسها في هذه الحالة من المخدرات التي تمس الشباب أستاذنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نعم، الله سبحانه وتعالى قال: الله الذي خلقكم من ضعف ضعف، روايتان، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالشباب هم القوة، والنبي صلى الله عليه وسلم انتصر بالشباب وقال: نصرني الشباب وخذلني الشياب. إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسدة. فالشباب هم الجهاز المناعي لهذه الأمة، فإذا فسد جهاز مناعها فسدت الأمة، وهم ملحها، فإذا فسد ملحها فسدت الأمة. الشباب هو المعول عليه، به تنهض الحضارات، وبه تقوم يعني الدول، وبه يتم الازدهار والتطور. سيدنا عمر رضي الله عنه ذات يوم في دار من دور المدينة أو مكة قال لجلسائه وأصحابه، تمنوا، قال أحدهم: أتمنى أن تكون هذه الدار مملوءة ذهبا وفضة فأنفقه في سبيل الله. قال سيدنا عمر رضي الله عنه: تمنوا، كأنه ليس هذا هو مقصده ومطلبه من هذا السؤال. قال آخر: أتمنى أن تكون هذه الدار مملوءة لؤلؤا وزبرجدا فأنفقه في سبيل الله. قال سيدنا عمر: تمنوا، تمنوا غير هذا، ليس هذا الذي قصدت. فقالوا: يا أمير المؤمنين، والله لا ندري ما نتمناه. قال: أما أنا فأتمنى رجالا مثل حذيفة مولى أبي عبيد، نعم أبي عبيد الجراح، حذيفة مولى سالم، أو سالم مولى حذيفة، نسيت الاسم، حذيفة ومعاذ بن جبل، سالم مولى أبي حذيفة، نعم هكذا، ومعاذ بن جبل عليهم رضوان الله جميعا. فلله در عمر ما أحكمه رضي الله عنه. نعم، الأمة عفوا تحتاج إلى الثروات المذخورة، لكن هي في حاجة ماسة إلى الشباب الواعي، الشباب العالم، الشباب القوي، الشباب الذي له عقول مدبرة ومفكرة، حتى يستخرج هذه الثروات المذخورة من باطن الأراضي فيحسن استعمالها ويحسن التصرف فيها. لو يعلم هؤلاء الشباب هذا الكم الهائل من الشباب، 600,000 عدد ورقم مخوف ومروع، فيه دول لا تبلغ هذا العدد في تعداد سكانها كاملة. والله نحن الدول الكبرى ما عندهاش جيش بهذا العدد. لا حول ولا قوة. 600,000 راه يشكل جيش كبير جدا يعني. يتأسف الإنسان لما يرى هذا العدد في دولة إسلامية تدين بدين الله، دولة تتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، دولة أناسها وأبناؤها ينتظرون شفاعة رسول الله
نحن من ننتظر شفاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم، نحن من قال سيأتي أناس هم أحبائي أما أنتم فهم إخواني، نحن من ننتظر ورود حوضه والشرب من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم. لكن لا ننسى أن نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حينما يأتي كي يشفع في أناس يقال له لا تدري لم تدري ماذا أحدثوا وصنعوا بعدك، حرمت الخمر فشربوها، حرمت المخدرات فشربوها، ولا يقول النقائل أن المخدرات لم يرد فيها دليل. يعني علماؤنا حينما يحرمون شيئا تحريمهم لهذا أو إصدارهم لهذا الحكم إما أن يجدوا النص في كتاب الله، فإن لم يجدوه في كتاب الله انتقلوا إلى سنة رسول الله، هذه مصادر التشريع، وإن لم يجدوه في سنة رسول الله انتقلوا إلى الإجماع إجماع العلماء، وإن لم يجدوه في هذا انتقلوا إلى القياس على قول من قال أن القياس كما ذكر شيخنا وأشار وأومأ القياس يجب أن تشترك علة هذا الذي حرمناه مع شيء محرم في كتاب الله أو في سنة رسول الله. ومن بين هذه الأمثلة الخمر، الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يقول أحد الصحابة لما نزلت هذه الآية أخرج كل من كان لديه قارورة خمر فأهراقها في المدينة، فصارت المدينة مملوءة طرقها وأزقتها مملوءة بالخمر. إنما كان قول المؤمنين، هذوما المؤمنين، إحنا نتمنى الشباب تعني يكونوا هكذا، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. كيف يتسنى لشاب أن يتعاطى المخدرات التي هي من قبيل كل المسكرات، وقد سمع نبينا صلى الله عليه وسلم قال لعن الله شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومتاعها العشرة المعروفون. جيء للنبي أو جيء بشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب، فقيل له يا رسول الله أهذا حرام؟ ما حكم هذا الشراب؟ قال أهو مسكر وهذا يقطع كل الأقاويل؟ قالوا نعم. قال كل مسكر حرام. ثم استطرد فقال إن الله توعد وتعهد، وليسمع هؤلاء الشباب هذا القول العظيم، إن الله تعهد على أن من شرب الخمر وسقيها سقاه الله سبحانه وتعالى من طينة الخبال. في رواية قال وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال عرق أهل الجنة. وفي رواية عصارة أهل جهنم، عفوا عرق أهل جهنم، لأن عرق أهل الجنة مسك يعني هنيئا لهم إن كان هكذا. قال عرق أهل جهنم أو عصارة أهل جهنم. كيف يسمع شاب هذا الأقاويل، هذا الوعيد العظيم؟ سبحان الله. سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه ذو النورين يقول الخمر أم الخبائث. الخمر، هذا قول سيدنا عثمان وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم، الخمر أم الخبائث. المقصود ليس هذا المشروب الذي يسمى خمر، وإنما كل ما يخمر العقل ويغطي على العقل ويفقده وعيه ويفقده إدراكه فهو بمنزلة الخمر، لأن العلة مشتركة. قال العمريطي لعلة في القياس، لعلة أضيف أو دلالة أو شبه أو ثم اعتبر أحواله. إذا كانت العلة متحدة خلاص ألحق هذا بالحكم المذكور في الكتاب والسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا أختم إن شاء الله، يروي رواية لبني إسرائيل، قال امرأة أعجبت بشاب زاهد عابد ناسك فدعته، لكن لم تدعه هكذا يعني مباشرة، وإنما احتالت عليه، أنا تعلم أنه يستحيل مجيئه، فبعثت بجاريتها إليه وقالت إن سيدتي تدعوك إلى الشهادة، تريدك أن تكون شهيدا معها. فلبى شهيدا فلبى دعوتها وجاء إلى بيتها ودخل مع الجارية، وكانت الجارية كلما
دخل وولج بابا إلا وأغلقته دونه وحكمت غلقه حتى وصل إلى هذه المرأة إلى هذه السيدة، فقالت له: والله ما دعوتك إلى الشهادة، وإنما دعوتك لشيء واحد، وهو أن ترتكب معي هذا الذي حرم الله الفاحش، عافانا الله وإياكم جميعا. قالت: وأنت مخير بأحد الخيارات الثلاث، إما أنك ترتكب معي الفاحشة، أو أنك تشرب الخمر وكان بجوارها غلام، أو أنك تقتل هذا الغلام. ففكر وخرج بقرار أنه يرتكب ظنا منه أخف الأضرار. قال: اسقني كأسا، فسقته كأس. قال: زيد الثاني، فزاد، فغاب وعيه، فارتكب معها الفاحشة وزنى بها، نسأل الله العافية، ثم قتل الصبي. ولهذا كانت الخمر أم الخبائث. يقول ابن الوردي: واترك الخمر إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل. ويقول الشاعر العربي: شتان بين من همته الكأس والغانية، ومن همته يعني همته يعني هكذا، نسيت البيت، القمة العالية يحييها، أو كما قال رحمه الله تعالى. الله يبارك فيك أستاذ، شكرا جزيلا. أستاذ محمد، الحديث عن الأسباب كذلك في مسألة المخدرات، دائما من يقع في فخ المخدرات إن صح التعبير ويصير مدمنا عليها ولا يستطيع لها فكاكا، ربما بصعوبة كبيرة وبتدخل كل من يعرفهم وبتدخل كذلك المتخصصين في معالجته إلى غير ذلك، دائما يقع ضحية لهاته الآفة المراهق، من لم يكتمل إن صح التعبير نضجه العقلي ولم يكتمل كذلك نضجه النفسي، وهنا ربما تقع المسؤولية كذلك وفي المبدأ الأول على الوالدين. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا للاستضافة، أتشرف بوجودي مع الشيخين، وأحيي المشاهدين الكرام في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام فيما يتعلق بهذا الموضوع المهم والخطير جدا، نعم، وقد لا يتأتى علاجه حتى ندرك خطورته. الشيخ يحيى جزاه الله خير ذكر إحصاءات رهيبة، يعني 600,000، وإذا كان أضفنا لها 68,000 تاع الطلاق، يعني هذا وضع 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 مخيف، كيف أصفه؟ كما قال أحمد شوقي: وجلال الرزء عن وصف يدق. نعم، شوف، في رأيي هذا الوضع بكل هذه الأرقام هو نتيجة، c'est une conséquence، نتيجة، résultat، نتيجة، حتى يفهمني كل المشاهدين الكرام، هذا نتيجة، هذا كيفاش نقولوا، عارض، ها، يعني من المنهجية أننا لكي نعالج وضعا أن نقدم الجذور، تشخيص جذور، ديرو دياغنوستيك، تشخيص صحيح ينطلق من الجذور التي تتناول جوهر الموضوع قبل العارض أو قبل النتائج. أنا كثير من شبابنا ربما يظن باللي التدخين ولا المخدرات ولا هذه تخفف عليه المعاناة، الهموم، الضغوطات، بعض الشباب يقولوا تنحي ستريس، صحيح، ها، وهذا خطأ، نعم، هذه واحدة. يعني لما نتكلموا على المخدرات ولا الخمر ولا التدخين ولا ليهما نتائج ليهما عوارض، يجب أن نبحثوا في الجذور، وش هو اللي وصل، ما الذي يجعل الشباب الذي أوصل مجتمعنا إلى هذه الأرقام الرهيبة وغيرها. نعم، هذه واحدة. ثانيا، نجد أن رأس الجذور في
في تصوري المتواضع هو المنهج التعليمي التربوي. المنهج كي نقول المنهج في حتى البرامج محتويات التعليم والتربية اللي لازم يكون فعال. باش يكون فعال لازم نبلغ بالجيل، أبلغ بالجيل إلى درجة أن يعرف أولا قيمته. نحن مسلمون، احنا ديننا أول شيء يعطينا قيمة الإنسان. صح. إنسان ولا لا؟ لا. والمقاصد الخمس هي كلها الدور حول حماية الإنسان في الحقيقة، حماية حياة الإنسان، حفظ الإنسان، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العرض، حفظ العقل، حفظ المال. نعم، هذو المقاصد الخمسة هذو. نعم، الحرية من 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 حفظ الإنسان. إنسان ماشي حر. مقصد زاده الشيخ عرب العشور. نعم نعم. طبعا يعني الحديث عن المقاصد واسع، يعني مش دقائق يعني. نعم. الشيخ عبد المجيد النجار عنده الكتاب الجديد تاعه مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة. ما شاء الله. إيه نعم. فإذا يعني قيمة الإنسان إذا حفظنا له دينه، وإذا حفظنا له الروح تاعه حق الحياة، وإذا حفظنا له العقل. نعم، العقل. نعم. ومن بعد العرض والمال ها والملكية وكلش. صح، نتوقف عند العقل. الإنسان اللي راح له عقله كما كان يقول الشيخ، أقعد له والو، إنسان اللي راح عقله. حتى بعض العلماء يقول لك القرآن ذكر العقل ومشتقاته أكثر من 400 مرة. بعض العلماء، بل ماكسيم رودينسون وهو كاتب ملحد في كتاب الكتب تاعه، نعم مستشرق ملحد، يقول لك القرآن على الأقل ذكر العقل أكثر من 50 مرة، على الأقل أكثر من 50 مرة. وللألباب تصريحا أو تلميحا. نعم، يعني إذا كان الله تعالى ورانا باللي قيمة الإنسان في عقله سبحان الله، ولحكمة ما جعل الله العقل في أعلى مكان في جسم الإنسان، ماشي في أسفل مكان ولا في الوسط ولا في البطن ولا في الصدر، في أعلى مكان شرفه هذا العقل. بعض العلماء يروون في ذلك أحاديث ضعفها الإمام ابن تيمية في مجموعة التوحيد لا ندخل فيها، لكن مهم العقل في الإسلام عنده قيمة. خطر العقل هو العقال كما يقولوا هذا الشيخ، عقال هو اللي يحكم الإنسان كيفاش يولي عنده بالعقل يحجزه عن المفاسد. نعم، سيلف كنترول كما يقول، اللي عنده الرقابة الذاتية. نعم، هذه معناتها الإنسان إذا التربية والتعليم، إذا البرامج التعليمية والمناهج التعليمية خدمت هذا الهدف، وهو أن نعرف الجيل أو الشباب اللي كان يقول عليهم الشيخ، الشباب قيمتهم في هذا الدين وحدة، وقيمة العقل، مكانة العقل في الإسلام. نعم، لأن بعض الناس يريدون أن يلغوا عقولهم في المقابل. نعم، وهي نعمة كبيرة من عند الله سبحانه وتعالى. صبروا معايا شوية ثواني ونكمل. مش عليش. صح. معناتها الجدر الأول هو هذا، لأن احنا نعيش في نتائج، نعيش في عوارض ظهرت. هذه الآن نتائج لازمنا نراجعوا كيفاه قرينا هذا الجيل، كيفاه قرينا هذا الشباب، واش عطينا لهم، وكيفاه ربيناهم، كيفاه كبرناهم. نعم، كيفاه كانت التربية في البيوت، في العائلات، الوالدين كيفاه. لعلي أشرت إلى معنى التربية في حصة سابقة، يعني هذا. إذن هذه مهمة في رأي. اثنين، ما هي خطر كي تربي الإنسان، تعطيله الحصانة، الحصانة الروحية والفكرية والنفسية اللي تخليه إذن يعرف قيمة العقل ما يضيعوش. والشريعة دارت إجراءين مهمين لحماية المقاصد هذه الخمسة، إجراء وقائي، إجراءات وقائية وإجراءات عقابية. نعم، في العرض
دارت ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا غض البصر وقل للمؤمنين وقل للمؤمنات. هذو إجراءات وقائية. ومن بعد كاين إجراءات عقابية كيف كيف في الخمر كيف كيف في المال. نعم إجراءات وقائية لحماية أملاك الناس، ثم إجراءات عقابية لمن تمتد يده لأملاك الناس، وهكذا. لازم نعرفوا للشباب لأولادنا للجيل هذا الأمور هذو ما باش يدرك حيث يضع نفسه وحيث يضع عقله. نعم باش يتحقق لنا الشعور بالخطر. واش معناتها تتناول المخدرات وتضيع عقلك اللي أعطاه لك رب العالمين؟ اثنين رفض الواقع السيء، معناتها ترفض هذا التعاطي المخدرات ولا الخمر ولا التدخين، حتى التدخين. نعم كل هذه اللي يوهم بعض الناس شبابنا باللي كي تتناولهم يروح لك ستريس، في عوض نقول له كي تقرا القران يروح لك ستريس، ها كي تتعلم يروح لك ستريس، كي تعيش في مجتمعك سوي النفس يروح لك ستريس، تروح لك القلقه، يروح لك القلق. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. في رايي انا يا هذه هي الجذور اللي باش نحصنوا الجيل هذايا باش يولي يشعر بخطورة ما يفعل. اثنين يعي، يعني يولي له الوعي. خطر واحد كي يوصل تناول هادو ما يولي يبدا يفقد الوعي تدريجيا. إذا فقد الوعي ينتقل كيف يولي مدمن؟ ينتقل من درجة صغرى إلى درجة أعلى وهكذا حتى يصبح مدمن. المدمن يحتاج إلى علاج طويل ربما المدى. إذا الشعور بالخطر والوعي بخطورة ما يتناوله. اثنين يجب أن نربي جيل، لازم المناهج تاعنا، التربية تاعنا، التعليم تاعنا، تعاون المجتمع المدني بالوالدين بالمسجد بالمؤسسة التربوية للمدرسة الثانوية الجامعة الجمعيات الخيرية ولا الجمعيات التربوية ولا نتعاونوا كل باش نوصلوا هذا الجيل كذلك يرفض التعامل مع هذه الأمور. ثلاثة يحسن كما علمني أحد شيوخي، يحسن التأسي يسميه. الشباب إذا عندهم شعور بالخطر، رفض الواقع السيء، حسن التأسي، نعم وهنا لازم نقدم لهم النموذج القدوة. نعم كي يكون انفيد، نعم فراغ، شباب يحس بالفراغ الفكري بالفراغ الروحي بالفراغ، ما يعرفش شكون القدوة تاعه. نعم يقتدي بمغني غربي، اسمحوا لي بين قوسين معليش نستعمل هذه العبارة، مخدر تماما، ويحسب باللي هذيك هي الحياة. نعم خارج غايس، فهمت؟ خطر ما قدم، ربما كان عنده فراغ. بعض الصحابة يتكلموا عن الملل، شعور بالملل، قالوا من الفراغ في مكة كنا ساعات نشعر بالملل، لكن هذا الملل كان يملأه نزول القرآن. صح. نعم كان يملأه القدوة صلى الله عليه وسلم، المربي المعلم، المعلمة. وهنا ما تخافش، ما تحس بالفراغ، ما عندكش ملل. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يملأ فراغ الناس، يملأ فراغ الشباب، يملأ فراغ الصحابة. إذن ما كانش فراغ، ما كانش ملل، ما كانش سآمة. قال ابن مسعود رضي الله عنه شعرنا مرة بالسآمة فنزلت سورة يوسف فملأت ذلك الفراغ. نحن نقص عليك أحسن القصص بما وحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله من الغافلين. لو كان حنايا لا نحسن التقديم هذا البديل لشبابنا، نعم نبقاو نعانيو دائما هكذا، ونبقاو نتناولوا غير النتائج ونتحسروا ونتألموا ونبكيوا على الأطلال بدل العلاج من الجذور. ونخطئ كذلك في توصيف العلاج المناسب. نعم. صح. إن أخطأنا في التشخيص أكيد. صح. بارك الله فيك أستاذنا أستاذ محمد. أساتذة الكرام والمشاهدين الأفاضل، نتوقف مع ريبورتاج من الواقع للزميلة فلا بن كردو عن ظاهرة المخدرات عواقبها على الفرد والمجتمع. تقربنا أكثر من هذه الظاهرة في المجتمع الجزائري. نتابع بعدها نعود للنقاش بحول الله إن شاء الله.
الكوكايين، البسمة والزومبي هي كلها مرادفة تحمل معنى واحد لأخطر أنواع السموم المعروفة عالميا والتي تعرف طريقها إلى الجزائر حسب معلومات واردة من المصالح المعنية. بالنسبة لمكافحة المخدرات فإن المديرية العامة للجمارك عن طريق الفرقات العملياتية في الميدان قامت في سنة 2016 بمعاينة 108 عملية حجز بمجموع الحجز يقدر ب 6 أطنان و 395 كيلوغرام من الكيف المعالج، وكذلك 2.5 غرام من الكوكايين وتقريبا 50,000 قرص مهلوس. أما في السنوات الماضية فكمية الحج التي تم تحقيقها في 2013 هي 63 طن و 22.51 طن في 2014 ثم 20.6 طن في 2015 و 6.39 طن في سنة 2016. بالنسبة لعملية الحج فيما بين 108 عملية حجز التي قمنا بها قامت بها مصالح الجمارك 72 عملية تم تحقيقها في منطقة الجنوب الغربي للبلاد بكمية 4 أطنان تقريبا وما يعادل 65% من كل عمليات الحجز، وهذا يدل على أن تقريبا كل العمليات الحجز التي تمت معاينتها في حواجز أمنية برية يعني عبر الطرق وفي المنطقة الجنوبية الغربية للبلاد. صراع رهيب وتحدي قوي يزداد يوميا بين المهربين والجمارك الجزائرية في الحدود الوطنية، حيث يلجأ تجار المخدرات إلى حيل غريبة ويبتكرون وسائل جديدة للتحايل على الإجراءات الأمنية. في 27 فبراير سنة 2017 وفي بفضل تفطن أعوان الجمارك قمنا بحجز 196 كيلوغرام من الكيف المعالج في ولاية سيدي بلعباس على متن سيارة من نوع نيسان كانت تحمل 27 خلية تاع النحل، كانت مملوءة بالنحل وبالعسل كذلك وبالشهدة، هذيك نعيطوا لها احنا الشهدة، وكان فيها 196 كيلوغرام من الكيف المعالج. هنا كذلك نعطيك بعض العينات حول الأساليب التي يستعملها المهربين. مثلا هنا في قارورة تاع الغاز مستعملة في تزويد السيارات بالغاز، كذلك مملوءة بالكيف المعالج تمت معاينتها في إطار العمليات المراقبة التي تقوم بها إدارة الجمارك. كذلك هناك خزان تاع البنزين تاع سيارة قمنا كذلك بمعاينة عملية حجز الكيف المعالج، هذا الخزان كان مملوء بالبنزين وتم إفراغه ثم معاينة عملية الحجز في إطار العمليات المراقبة التي تقوم بها إدارة الجمارك. المطار الدولي أيضا كانت له حصة الأسد هذه السنة في جمع كميات لا يستهان بها بفضل أجهزة الرقابة الموجودة فيه وحنكة الجمارك العاملة به. هو فيما يخص مكافحة استيراد أو تصدير مؤثرات العقلية أو المخدرات، فإنه في سنة 2017 قامت مصالحنا عند الاستيراد بضبط 4 قضايا تورط فيها 3 جزائريين وشخصية رابعة مسافر رابع من جنسية أجنبية، حيث أن 3 المسافرين الأولين كانوا قادمين من أوروبا بينما الشخصية الأجنبية المسافر الأجنبي كان قادما من أمريكا اللاتينية، حيث أنه تم حجز بين حبوب ومحاليل 3611 قطعة حيث ترتب عنها قيمة في السوق الداخلية تقدر ب 4,075,739 دينار مع غرامة مالية
تقدر ب 8151 و 478 دينار، وهذا الكل طبقا للأمر 0418 المادة 19 والمادة 325 مكرر من قانون الجمارك. الطرق البرية البحرية أو الجوية طرق تقادم عليها الزمان في نظر بارونات المخدرات، حيث يظهر المهربون اليوم في أثواب جديدة ووجوه غير مألوفة. فلطالما كانت الطرود البريدية واحدة من الحلول السريعة والآمنة لإيصال المتطلبات البسيطة بين الأفراد سواء داخل الوطن أو خارجه، ها هي اليوم باتت وسيلة يستخدمها التجار المخدرات لنقل أخطر السموم إلى أرض الوطن. هذه كمية معتبرة من أقراص مهلوسة ضبطت على مستوى مركز طرود البريدية. هذه طريقة جديدة في التهريب، تهريب مواد محظورة. أرسلت في ظرف بريدي عادي، تم كشف عنها عن طريق الجهاز الكاشف سكانير، وتم تحرير ملف منازعة ضد المرسل إليه الطرد. بالرغم من اختلاف وتنوع طرق تهريب المخدرات والمهلوسات إلى أرض الوطن، لكن تبقى الجمارك الجزائرية في مختلف مناطق تواجدها برية كانت أو جوية قائمة على قدم وساق من أجل الحد من هذه الآفة الخطيرة التي باتت اليوم تفتك بحياة أبناء وطننا. مشكورة زميلة فلا بن كردو، سلطت الضوء على هذه الظاهرة من حيث محاربتها من طرف الجمارك والجهود المبذولة، بالإضافة إلى المسألة القانونية في ذلك. أستاذ يحيى، أرقام كذلك مهولة، 6 قناطر يتم حجزها إلى غير ذلك من 6 أطنان عفوا 6 قناطر حاجة قليلة، 6 طن سجلتها 6 طن، يعني رقم كذلك كبير ومهول، والجهود كذلك مبذولة. قبل أن نتحدث عن المقاربة هذه العلاجية، علينا أن نسلط الضوء كذلك على عواقبها إن صح التعبير، وما يمكن أن تحدثه في قلب المفاهيم إن صح التعبير بالنسبة للفرد المدمن عليها. يعني تتغير حياته من أحسن إلى أسوأ، وربما تتغير حياة العائلة، تتغير حياة العلاقات فيما بينها، إلى غير ذلك من الأمور التي تلحقها بهم هذه المخدرات. جزاك الله تعالى خيرا. شوف أخي الأمين، أولا قضية الأرقام هذه 6 أطنان من حيث الكمية لابد أن نقرأ خلفيتها. خلفيتها أولا تدل على وجود تآمر على تهديم بلد. صح. لما أنت تتمكن مجموعة من العصابات باش تدخل أطنان من المهلوسات والمخدرات إلى بلد ما، هذا معناه فيه استهداف لتحطيم هذا البلد. نعم. معناها كاين جهات منظمة. صح. ومؤطرة تعمل على تحطيم هذا البلد بهذه الوسيلة، فيه وسائل أخرى للهدم، وهذا واحد من أشد المعاول هدما في المجتمع. واحد. اثنين، فيه ناس تستغل ضعف أو حاجة الناس، طيش الشباب، لا تستغل طيش الشباب لأن لتحقيق الثراء الفاحش بطريق غير شرعي. لأن من وراء بيع هذه الأطنان راهي أموال طائلة، راهي أموال طائلة تجنى. هكذا باش نقدروا نعرفوا حجم التحدي والخطر الذي نواجهه، بمعنى ما راناش نواجهوا ظاهرة سببها أن شاب فضولي طفيلي فيه شويه طيش شويه ضعف ايمان راح يجرب مخدرات. لا، رانا نواجهوا جهات منظمه، جهات ماليه وجهات افساد تسعى الى ايجاد سوق واسع في الجزائر والى هدم مقومات الشعب الجزائري. معناها انت في مواجهه ماشي الشباب برك،
من وراء الناس التي تسعى إلى ترويج المخدرات، نحن كمصلحون إذا صح التعبير في هذا الوطن، كغيورين على هذا الوطن، كغيورين على أبنائنا وعلى وطننا، نحن في مواجهة مع أناس من وراء الستار يعملون على هدم بلادنا بخطط وتخطيطات محكمة وهادفة، يعني هادفة في الفساد. أما من حيث الخطورة تاعها على الفرد وعلى الأسرة وما يحدثه من خلل وزلزال داخل الأسرة، والله أخي الأمين، يعني بحكم التجربة واحتكاكي بكثير من الأولياء اللي عندهم مدمنين مخدرات في البيوت، يعني الإمام دائما يعتبر طبيب معالج من ناحية هذه في الحي تاعو في البلدة تاعو مقصد فمقصود نعم صح. فبالتالي مرجع. نعرف كثير من الحالات اللي عايشين سميه جحيم إذا صح التعبير، وما يشقاش باش نفصلوا ما يعيشونه من معاناة، لأنهم هم أدرى الناس بما يعانونه. تعرفوا واش سنوا من الآن للأولياء هذوم اللي راهم يشوفوا فينا الأمهات والأباء؟ أعطونا الحلول، عاونونا كيف ننقذ أبناءنا. هذا هو مربط الفرس الذي ينتظره منا الأولياء الآن. الشاب هذا اللي راح يتناول المخدرات هو كذلك ينتظر منا هذا الحل، وإن كان في عزيمته شيء من الفتور، في وعيه شيء من التخدير، لكن داخله في قرارة نفسه في حقيقة نفسه حاب يخرج من الورطة التي هو فيها، وإن كانت عزيمته ضعيفة بسبب إقبال نفسه وتعودها على المخدر إلى درجة الإدمان. شوف رب العالمين أخي الأمين، لما حرم الخمر تقريبا هي المحرم الوحيد الذي تدرج القرآن الكريم في تحريمه، المحرمات الأخرى نزل الحكم الشرعي دفعة واحدة هذا ما يجوزش هذا حرام إلا الخمر. الخمر حرم على أربعة مراحل، نزل فيه آية ثم آية ثم آية ثم آية مع تباعد الزمن سنين بين الآية الأولى والآية الأخيرة التي حرم فيها الخمر. لماذا الشرع وراء هذا؟ أم المؤمنين عائشة كشفت عن سر من هذه الأسرار. قالت كان أول ما نزل من القرآن الكريم سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، الناس يعني تشبعت بالإيمان، نزل بعدها لا تشربوا الخمر، يعني نزل الحلال والحرام قالت، ولو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر لا قالوا لا نتركه أبدا. لماذا؟ لأن فيه إدمان، فيه يعني الجسم التاعهم صار بالنسبة إليه مكونات الخمر أو مكونات المخدرات جزء أساسي في الدم تاعه، وصارت عنده فيه احتياج مستمر. فلهذا شوف القرآن الكريم كيف تدرج، لأن هذا الحل والعلاج تاع الخمر هو نفس العلاج تاع المخدرات. الشاب المدمن يحتاج إلى أن نتدرج معه مراحل في العلاج، وما يقدرش مستحيل باش يبطلوا دفعة واحدة، معناها اليوم العشية يتخذ قرار أنا اليوم مش ناخذ مخدرات هذه يشيلها من راسك، مستحيل. الشاب هذا لابد أن نتدرج به كما تدرج القرآن الكريم. نزلت الآية الأولى، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. بدأ رب العالمين يبين لهم باللي يا ولدي راني نعطيكم حاجة مليحة، أعطيكم العنب والتمر، أنتم تأخذوه رزق حسن وتأخذوا منه السكر. هذا الاستثناء تاع السكر استثنية من الرزق الحسن، فالسكر ليس رزقا حسنا، معنى على الأقل بدأت مسألة حوار، مسألة إقناع، بدأ يقنع فيهم القرآن باللي السكر ليس شيئا حسنا، ليس رزقا حسنا. لفت الانتباه يعني. لفت الانتباه والتنبيه بأن السكر أو الخمر ليس رزقا حسنا، هم مغرمين بها باك العرب في الجاهلية، كانت عادة اجتماعية يكتبون فيها الشعر صح. يا شيخ صح. العرب تعشق الخمرة وتكتب فيها شعرا، ومن أقوالهم هاتها يا ساق المشتاقة تنزفت للمشتاق، نعم هذا مما قالوا هنا. فنزلت الآيات الأولى تبين لهم بأن الخمر ليس رزقا حسنا، من بعد نزلت آيات أخرى تبين بأن فيها أضرار في الخمر. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ومنافع فيهما إثم كبير أكبر من ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما.
شوف مازال دائما يخاطب خطاب عقلي يبين له بأن فعلا صح ربما هذا الخمر فيه شيء من ممكن نافع لجسم الإنسان، لكن هذه المنفعة قليلة جدا حينما تقارن بالمفسدة الكبيرة تصير منفعة مهدرة ما تحتاجهاش لأنها يترتب عليها مفسدة كبيرة جدا. ثم يجي آية أخرى. أستاذ الله يجزيه غير حتى لا يفهمك يعني بعض المشاهدين فهم خاطئا، أظن أن المنفعة هنا منفعة مادية منفعة صحية. قيل بأن في حتى منفعة صحية، قيل بأنها تنفع مثلا في الحصيات التي قد تكون في لأنه من هذا الباب في المثانة نعم يأتي كثير من الناس هي فيها شبهة كما قال الكرسي معلش، لكن حتى ولو كانت منفعة صحية قليلة لما قرنها رب العالمين بالإثم الكبير بالضرر الكبير تصير مهضرة، يعني هذه منفعة لا تصلح. ثم جاء آية أخرى، شوف الحكمة على القرآن الكريم كيف يعودهم على ترك الخمر شيئا فشيئا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بمعنى كي تشرب الخمر وتفكرك راح تصلي الظهر ما تشربهاش، فبالتالي ما يشربهاش قبل الظهر وما يشربهاش بعد الظهر لأنه راح تجيه العصر، وما يشربهاش بعد العصر راح تجيه المغرب، وما يشربهاش بعد المغرب جاي العشاء، صاروا لا يشربون الخمر إلا بعد العشاء، ولما صار تعيقهم في بعض الحين عن صلاة الفجر بطلوها حتى في بعد العشاء. فإذا أعطى لهم القرآن تدرج في تركها، ما تركهاش دفعة واحدة، وبين لهم بأنهم يمكن أن يتخلوا عن الخمر التي كانوا يظنون بأنهم لا يمكنهم الاستغناء عنها والتخلي عنها. ثم تأتي الآية الأخيرة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وهنا بعض يعني من لا يعرف اللغة العربية بمن يتابع كلام المستشرقين وكتب العلمانيين وأعداء الأمة الإسلامية يقول لك ما كاش نصف القرآن يحرم الخمر، ربي قال اجتنبوه معناه إلا حبيت، وهذا خطأ، ده ما فيش اللغة العربية خلاص صح. الأمر بالاجتناب هو الأمر بالترك القاطع أكثر يعني نعم، لا تفعله أبدا اجتنبه أي ما تتلاقاش معه قاع أصلاً. مش غير لا تفعله لا تلتقي به أصلا. لذلك أستاذ هنا قالوا أن الحرام حكمه الاجتناب وليس الخمر، حكم الاجتناب ليس الحرام، وحكم الاجتناب هو أرقى درجة من الحرام أدق صيغ التحريم نعم كالزنا كما ذكر قبل قليل الشيء لا تقرب لا تقرب الزنا عن الاجتناب حتى مسبباته لا تقربها نعم. فلهذا حبيت نقول أخوي الأمين إحنا رانا أمام أمر خطير جدا فيه منظمات تعمل لترويج المخدرات بمقاصد سيئة يعني تهديم البلد والثراء الفاحش على حساب الشباب، وفيه مرض خطير إذا دخل عند أولادنا ماهوش سهل باش يتنحى، شفنا القرآن كيف تدرج في الخمر. فلهذا احنا الآن راه محتاجين من الآباء والأسر توجيهات في كيفية التعامل مع أبنائهم المدمنين على الخمر عفوا المخدرات والخمر كذلك حتى يخرجوا منها، لأن عادة الأسرة يعني أرباب الأسرة الأب والأم حينما يكتشفون أحد أبنائهم يتعاطى المخدرات سيصابون بالصدمة ولا يدرون ما يصنعون، ما يعرفش ما عندوش خبرة من قبل عمره ما تعامل مع حالة كما هذه، فلا يدرون كيف يصنعون، وجهلهم بكيفية التعامل مع المدمن قد يزيد طينة بلة صح. فلهذا حتى الأباء اللي ما عندهمش أولادهم رامي يتعاطوا المخدرات مليح يسمعوا هذه التوجيهات باش يحمي أولادهم من الوقوع فيها أو يحسنون صح. على الأقل التعامل لا قدر الله إذا كان اكتشفوا مثل هذه صحيح. الله يبارك فيك أستاذنا، أشرت إلى مسألة الصدمة، والصدمة تأتي عند الآباء والأمهات لأنهم ربما يثقون الثقة العمياء في أبنائهم صحيح. تحدثنا في حصة من الحصص أن الآباء والأمهات قد يكونون آخر من يعرفوا ما يصنع ولدهم خارج أسوار البيت، وهذا الإشكال ربما الذي يمكن أن نسلط عليه الضوء من خلال ربما مقاربة للآباء والأمهات حتى ربما يتلافوا هذه الظاهرة في بيوتهم حتى لا يقعوا كذلك في مسألة العلاج إلى غير ذلك من هذا الإدمان، في مسألة ربما مصاحبة أبنائهم في حوار دائم معهم إلى غير ذلك من الأمور التي تقي الأبناء كذلك من الوقوع في هذه الظاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كلكم مسؤولون وكل مسؤول وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. يجب أن يعلم كل والد وكل والدات الوالدان جميعا أن المسؤولية لا تقتصر على
إتيان أولادهم بالطعام والشراب فقط، ليس الجانب المادي. نعم الجانب المادي مهم وضروري للحياة وهو قوام الحياة، لكن الجانب الديني والروحي والنفسي هذا أيضا من بين مسؤولياتكم التي أنيطت بكم، يعني بين مسؤولياتكم المتعلقة بكم التي يحاسبكم الله سبحانه وتعالى عليها. غدوة يوم القيامة ربي سبحانه وتعالى يحاسبك على ولدك، يحاسبك على ولدك من حيث إطعامه وكسوته وغير ذلك، ويحاسبك أيضا على تربيته وعلى تعليمه. ولذلك لما جاء ذلك الرجل إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة جميعا، قال له إن لي ابنا يعقني. قال له أمير المؤمنين يعني هل ائتني بهذا الولد؟ فجاء هذا الولد فقال يا أمير المؤمنين وهل للابن على أبيه حقوق؟ قال نعم. قال وما هي؟ قال أن يختار له أما زوجة صالحة، وأن يحفظه القرآن الكريم، وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله، وأن يختار له اسما. إذن فتربية الطفل من بين مسؤولياتك المنوطة والمتعلقة بك، تربيته من حيث أولا تحفظه القرآن الكريم. إحنا اليوم كاين عدة مدارس ما شاء الله لتحفيظ القرآن الكريم، كاين مشايخ فتحوا أبوابهم لتحفيظ القرآن وتعليم القرآن، والولد حينما ترسله أو تبعث به إلى هذا الشيخ لا يتلقى منه حفظ القرآن فقط، وإنما يتلقى منه بالدرجة الأولى السلوك والتربية. يقول ابن عاشر عليه رحمة الله يصحب شيخا عارف المسالك، يقيه في طريقه المهالك، يذكره الله إذا رآه، ويوصل العبد إلى مولاه. ويقول أحدهم واسلك طريقهم واتبع فريقهم تكن رفيقهم في حضرة القدس والزم مجالسهم، القرآن الذكر حلقات العلم، واتبع مجالسهم واندب مدارسهم واحفظ محاسنهم في أربع الدروس، تلك السعادة إن تلمن بساحتها حط رحلك قد عوفيت من تعس. الولد تاعك لازم تفتش على شيخ سواء كان في الحي ولا خارج الحي. يعني إذا كنا أكثرنا اليوم يبحث عن شيخ أستاذ يدرس أولاده الإنجليزية ويخلصوا الدراهم، فرنسية ويخلصوا، بل أنواع مختلفة وكثيرة من الرياضات، تيكواندو لايكيدو، المهم كاين انواع لا نعرفها وانواع لا نعرفها. الدراهم ما شاء الله كل شهر يخلص 200 ولا 300 او اكثر من ذلك، ربما راني نقص انا بالك. المهم اذا كان هذا حال بعض الاباء او يعني كثير من الاباء، فكيف ينأى ويعزف هذا الوالد عن ارسال ولده الى شيخ يربيه؟ نعم اذا سمحت الواقع الاجتماعي يقول لك هذا المواد هذو يحتاجهم وليدي في المدرسه. هذه راهي جايه معنا ان شاء الله. وان كان هذه المواد، هذه المواد وهذه العلوم لا بد من طلب. انا اقول علينا ان نوازي المؤمن، يجب ان يكون شيخ. نعم في رايي لازم الاولياء يقتنعوا اولا باللي تحفيظ القران، تعليم التربيه الاسلاميه حصانة لأبنائهم قبل المواد الأكاديمية. بارك الله فيك، جزاك الله خير. هذا لازم يقتنعوا الأولياء، خاطر لو كان ما يقتنعوش يقول لك أنا نعطيك وليدي تحفظ له القرآن ومن بعد يردوا بلي. فهمت؟ هو عنده بعض الأولياء، حتى هذا أقول كثير من الأولياء شيخ. يقول لك لا، يقول لك أنا خفت نبعته للجامع يحفظ القرآن ومن بعد في المدرسة ما ينجحليش في الرياضيات، وهذا لتصور خاطئ أيضا، لأنه لم يعش لو بعث ابنه وخاض هذه التجربة ثم قرر ثم خرج بحكم. احنا عندنا طلبة، أنا دائما أحكيها، عندنا طلبة ما شاء الله والله قبل أن يجيء ويأتوا لحفظ القرآن الكريم كانت معدلاتهم معدلات طايحة، لكن بعد ما حفظوا القرآن الكريم ولا ينظموا الأوقات تاعهم، الذاكرة معروف أن الذاكرة عبارة عن خلايا تتغذى بالحفظ، صارت الذاكرة قوية، اللي كان فيهم يدي 10 صار يدي 12، اللي كان يدي 12 صار يدي 14،
أغلب الطلبة يعني متفوقون في الدراسة، والحمد لله يعني في شهادة التعليم المتوسط من حاز على المرتبة الأولى حافظ القرآن الكريم، ومن حاز على شهادة التعليم الثانوي حافظ القرآن الكريم، والتعليم الابتدائي حافظ القرآن الكريم. هذا دليل على أن حفاظ القرآن الكريم متفوقون. فهذا هو الخصانة. حتى لو علمته إنجليزية وفرنسية ورياضيات وقع في شبح المخدرات أكيد يتسرب من المدرسة، ما يكملش أصلا القرآن. إيه ذكر ربما الشيخ، نعم الشيخ راه يتكلم على الأبناء الذين لم يدخلوا هذا العالم بعد. صح نعم، نحن واضح الوقاية، الوقاية الوقاية بور لا بريفونسيون. صحيح واضح. صحيح نعم، ربما الشيخ راه يركز. صحيح نتحدث عن الوقاية. صحيح. الوقاية خير من العلاج، لأنه قبل أسبوعين كانت لي محاضرة في إحدى الثانويات مع طبيبة نفسانية، والله تذكر كلام مخوف، قالت من خاض غمار المخدرات يصعب أن يرجع ويصعب أن يعالج إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، وإلا من كانت له نفسية قوية وإيمان قوي رجع إلى الله سبحانه وتعالى ووفقه. لذلك الوقاية خير من العلاج. أكيد. نحن نتحدث عن الطفل قبل أو الشاب قبل أن يخوض غمار هذه المخدرات، يجب أن نحصنه. كيف نحصنه؟ نحصنه أولا بتربيتنا له في البيت، باجتماعنا معه في البيت، بالمراقبة والمتابعة، مع من يمشي هذا الولد، مع من يعني من يصحب هذا الولد، والصاحب ساحب، هل يعني هو خارج المدرسة أو إذا خرج من المدرسة يأتي إلى البيت مباشرة أم يذهب إلى أماكن، الأنترنت والفيسبوك ما هي المواقع التي يدخل عليها، نراقب فيسبوكه إن كان له فيسبوك، ولا نستطيع أن نمنعه عن هذه الوسائط، يستحيل، لكن ننظم له هذه الوسائط كما تحدثنا قبل يعني أيام شيخ. هذا الذي أردته، الوقاية خير من العلاج. الله يبارك فيك أستاذنا. مقاربة كذلك، تفضل أستاذ. قبل ما تسألني تفضل باش ندخل في الخط مع الشيخ. إن شاء الله. الشيخ نقعد في نفس الخط لأنه مهم جدا يعني. يعني الشيخان أشارا إلى نقاط هامة جدا يعني. شوف، وجود التآمر على هدم البلد يعني نقدر نقوله واضح وضوح الشمس. واضح وضوح الشمس. لماذا؟ لأننا نعرف بحكم الدراسة، بحكم الاستقراء، نعرف أن البلد مقصود. صحيح. وثروة البلد، هذا الثروة الأولى هي الشباب، كما كان يقول الشيخ، ثروة هي الشباب. 75% 75% من الشعب الجزائري شباب أقل من 30 سنة. يعني أنا قريت مرة مقال كيش نقوله، مجلة فرنسية للنوفيل أوبسيرفاتور، قديمة هذه، تكتب عن الشباب الجزائري وتكتب بعنوان عريض جدا، تقول لالجيري أنتر لو روك إي لو كورون. لو روك موسيقى الروك. لالجيري الجزائر بين الروك والقرآن. يعني كان الشباب الجزائري هذا في بدايات الصحوة الإسلامية، هذه في السبعينات ربما، هذه بالك أواخر الثمانينات. نعم، يعني هما راهم منتبهين، فهمت؟ الشباب هذا اللي تندر له كلش كما كان يقول الشيخ، بالمخدرات، بالملهيات، بالإغراءات، بالمغريات، بالشهوات، بكلش، وما زالوا يحب دينه ويحب. صحيح. المسجد. صحيح. ويحب الدين ويحب الرسول. صحيح. ويحب القرآن، وعنده مقدسات وشباب يحب الدين، يعني شيء عجب. ولذلك من غيظهم كتبوا هذا المقال. نعم. أصلا لالجيري أنتر للروك والكورو، الجزائر بين الروك والقرآن، وتكلموا عن 75% من الشباب الجزائري أقل من 30 سنة، من الشعب الجزائري أقل من 30 سنة. أكيد احنا هذه الثروة. احنا واش يتكلموا اليوم في العالم؟ يتكلموا على لي ريسورس هيومان، الموارد البشرية، هيومن ريسورسز، الأمة، المورد البشري. نعم، مورد البشري، الغنى تاع الأمة في مواردها البشرية. إذا اكتفت الأمة بأبنائها كأطباء، كمهندسين، كعلماء، كخبراء، كعلماء في الشريعة، كأساتذة في الإعلام الآلي، كخبراء في الإعلام الآلي،
كي تكتفي الأمة بأبناء. ولذلك كان كاتب أمريكي واسمه باتريك جي بوخانان، هذا كتب كتاب واسمه موت الغرب، The Death of the West، موت الغرب، وتكلم في موت الغرب وجاب إحصاءات كثيرة، جاب دراسة كبيرة، كتاب ضخم. وهذا باتريك بوخانان، باتريك بوخانان هذا من الذين ترشحوا في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية في بداية التسعينيات أظن، هكذا إن لم أخطئ. نعم، هذا كتب كتاب، هذا يعلم ماشي يتكلم، يتكلم على ارتفاع نسبة المواليد في العالم الإسلامي وانخفاضها في كثير من الدول مغربية. في كثير من الدول، وهذا يعتبر بالنسبة إليهم هاجس خوف. نعم، محتاج الشيخ محمد إذا سمحت أرقام، يعني تفضل بالنسبة هذا اللي دار هذا الدراسة تاع النمو الديموغرافي في بقاء الحضارات والأمم. إذا كان أي أمة أو مجتمع ينمو بنسبة معدل نمو أقل من 2.1% فهو آيل إلى الانقراض. صح. وكل الدول الأوروبية لا تحقق هذه النسبة. صح. نعم، هو ذكر الدنمارك، ذكر اليابان، ذكر حتى اليابان. والشعب الياباني اللي هو الآن 130 مليون نسمة نظن ولا، يقول لك باللي من سنة 2025 سيحدث تغيير كبير جدا في اليابان في البنية السكانية، في البنية السكانية. نعم، بسبب هذا الموضوع هذا بالضبط. يعني لما أضع المشاهدين الكرام في الصورة باش نتصوروا كيف الأمر ببعده الحضاري الذي أركز عليه دائما. نعم، حتى كان عضو في البرلمان الروسي واسمه الدكتور شامل سلطانوف، كتب مقال على الروس، على روسيا كيف في 45 سنة الجاية، في 45 سنة القادمة راح يحدث عدم توازن في البنية السكانية بحيث يزداد عدد المسلمين بست ملايين. يذكر هذا، يعني تصوروا هذه، لما الشيخ يحيى يقول هناك تآمر على البلد، ربما يقول لك هذا التفسير التآمري دائما هادوما شيوخ هادوما تاع البولحياد والقندورة. ولكن هذه الأرقام، هذه الحقائق، وراهي فهمت كيف. هذه وحدة. ثانيا، لما الشيخ قال استغلال طيش الشباب، في رأيي أنا إضافة إلى ما تفضل به الشيخ، ماشي غير استغلال طيش الشباب في المخدرات، هذه ترويج لها استغلال الحالة الاجتماعية للشباب، الحالة الاجتماعية. هناك حالة اجتماعية في تصوري باش نعالجوا المدمنين أولا، ثم الذين لم يدخلوا هذا العالم إن شاء الله ما يدخلوش. نعم، باش نعالجوا حتى الإدمان هذا يوقع، يلزمنا نكونوا جادين في علاج الحالة الاجتماعية لمجتمعنا شبابنا. اسمح لي أستاذنا فقط حتى لا أطيل على المتصلين، سنعود إلى مسألة على بالي يسخون الحال. توقفنا عند الحالة الاجتماعية. ايوه، ربي يبارك فيك ان شاء الله باش ما ننساوش ان شاء الله. اختنا نسمه من بومرداس، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. راحت نسمه، هذه اذكر حالتها، الله اعلم اتصلت، عندهم حاله الله اعلم ادمان. ربي يفرج ان شاء الله، ربي يفرج ان شاء الله، وان شاء الله تعيد الاتصال بنا حتى تشاركنا تجربه. سمحت، انا نتمنى لو اللي يتواصلوا معنا الان يعطونا حالات تاع الشباب خرجوا من الادمان ان شاء الله، صح، اصيبوا تلقاوا علاج ونجحوا باش يكونوا قدوه لغير عونا للاخوان. نتمنى من الاباء والامهات اللي عندهم هذه الحالات ان شاء الله، ان شاء الله تجارب نجحت في الاقلاع. انا على يقين باللي يمكن علاج شبابنا باذن الله ان شاء الله، ان شاء الله. نقولوا الحاله الاجتماعيه، لا مازال ولا اتصال. تفضل محمد تمرات، السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ ايمن، واشرف لنا. مرحبا بك محمد، تفضل. يقول السلام عليكم وللشيخ العباد وكل واحد باسمي. الله يبارك فيك محمد، وجزاكم الله خير على الكلام الجميل. يعني والله الله يبارك فيك محمد. شوف سيدي الكريم، هي دائما الاسره تكون عندها دور اكيد، يعني كما قالوا الشيوخ دوك مثلا كما احنا كنخرجوا مثلا من العمل العشيه الريح وكنديروا كاسات شاي، يعني لكل حدث حديث كي يوقع مشكل ولا حاجه ننبههم ونذكرهم. وانا مع راي الشيوخ الله يجزيهم خير، علموا ابنائكم القران، يعلموا كل شيء. ما كانش لازم نرجعوا للاثار الجزائريه التربيه الدينيه الخروقيه، ما كانش كما القران الكريم هذا. وتجربه عندنا في مناطق الجنوب، يعني واش معناتها في اذاعه جزائريه وامور، يعني جربوا الاولاد اللي يقراوا في المدارس القرانيه، يعني المدارس، يعني هم متفوقين اكثر
يعني شيء جميل الله يبارك. وبعض ربي سبحانه عز وجل الجزائر هذه واش حافظها بعض الله سبحانه عز وجل، يعني هو القرآن الكريم وبركة الشهداء والناس اللي محبوا البلاد الخير والمشايخ الله يجزيهم خير. شوف رجع الموضوع سيدي الشيخ تفضل. تفضل محمد. يا سيدي الشيخ الو الو سيدي الشيخ تفضل تفضل محمد. شوف يعني الاباء هذو يعلموا ابنائهم الامور هذه صح. وخاصة كي يجي المخدرات والامور وما شبه ذلك ولا يكونوا في الطريق هو ولاده ينبههم خطرة، يعني جا واحد المشكل سمح لي نختصر، واحد الخطرة مشي انا والوالد الله يغفر له ويرحمه ولقينا انسان مسكين في حالة سكر هكا انا صغير القيس، قال لي الوالد شوف قال لي كيشوف انسان ربي بلا بحاجة اطلب الله يعفو عليك ويعني والله الله يعفو عليه وربي ما يبليكش وكذلك. قال لي شوف انسان لي يدير سكر او الامور ما شبه ذلك يعني يخرج من الطريق ما دامك ما تكونش فاقد الوعي وما شبه ذلك، معذرة طاحي واحد المشكل سمح لي سيدي على خير. واش عليه محمد واش عليه؟ صح الله يسر الله الامور الاخ محمد. الله يسر الله يبارك فيك محمد. عندنا ابو محمد من وهران. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك يا محمد. الله يبارك فيك. تحيه للشيوخ. الله يبارك فيك. والله مشكله المخدرات هذه معضله كبيره. والله وانا ارى من انجع العلاج والوقايه هي تحفيظ القران للاطفال. وفيه إشكال أن حتى القوانين أصبحت ليست وضعية. القوانين قوانين الدولة أصبحت ما لا أصبحت تردع نعم لا تردع المجرمين خصوصا المروجين. نعم المروجين أصبح الشباب يتناول المخدرات جهار النهار. وأنا أتكلم معك كأب وكمتقاعد من جهة أمنية وكإمام متطوع. الله يبارك ما شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله. والله يبارك فيك. نحن المسجد يلام مثلا في الثمانينات أنا متطوع تقريبا ساعة 87 الثمانينات كان المسجد الشباب تقريبا 80% من المصلين شباب. ولكن اليوم كيف تحدد الشباب؟ تطبع فارغا من الشباب، الشباب في الطرقات، الشباب إلى ساعة متأخرة من الليل وهم في المخدرات والآباء نائمون. لا إله إلا الله. لا أنا حصل أنت في الإمام، الإمام تجيبهم لي. صح. والله إحنا في أنا في مسجد الفتح هنا في ولاية وهران في هذه الأيام نبني مدرسة قرآنية. كنا نقول نطلب الناس اللي يعاونوا الأسمنت الحديث كذا كذا، والله هذا الخلاص الواحد لأولادنا. صح صحيح. ونقول لك ونعمل كإطار في مؤسسة لتوزيع الأدوية. واسمح لي بكل عبارة لصراحتي، حتى بعض الصيادلة والذين يعملون في الصيدلية متواطئون في هذه القضية. صح لا إله إلا الله. السلام عليكم. الله يبارك فيكم محمد وربي يقدركم على فعل الخير إن شاء الله. على كل حال كلهم في مكانه يحاول ينقذ ما يمكن إنقاذه. أستاذنا أستاذ محمد شوف الحالة الاجتماعية ولا تعلق على أبو محمد. ربي جازي المتصلان بارك الله فيهما في جميع المشاهدين الكرام. أنا أقول في الحالة الاجتماعية أنا أعتقد باللي لو كان نكونوا واقعيين في علاج موضوع المخدرات بطرق أخرى، وش يخلي الشاب يهرب للمخدرات في كثير من الأحيان؟ وضعيته الاجتماعية. صحيح. عنده بيتو كوزينة يقرأ والعائلة كبيرة بالبنات احتياجات كبيرة احتياجات كبيرة صح ضغوطات راتب الوالد لا يكفي. أي نديروا النيف كما نقولوا بالجزائرية، نديروا النيف نديروا عزيمة نعزمه لن نترك شابا
يتجاوز 30 سنة ولا نساعده على الزواج وعلى أن يكون له بيت وعلى أن يؤسس أسرة. هيا نديروا النيف. اسمح لي أستاذنا، عندنا تفضل. كما كان يقول أستاذنا أستاذ يحيى، تجربة نجحت في الإقلاع عن الإدمان وهو عبر الهاتف. الله يبارك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ممكن نعطينا الاسم فقط؟ عبد القادر من تيليمسال. عبد القادر من تيليمسال، مرحبا بك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سلم على كل مشايخ اللي راهم. الله يبارك فيك. شحال في عمرك أولا عبد القادر؟ هنيئا لك. في عمري 36. شحال 36؟ الله يبارك الله يبارك. احكي لنا القصه. هاي يا صديقي ايمن، رسم اقول لك تجربة الحياة. عندي تجربة الحياة. صح. كنت شاب، كنت امارس كرة القدم. الصوت شوية. عبد القادر، عبد القادر، احكي لنا كيفاش بديت المخدرات، ومن بعد نتحدثوا على كيفاش في اي سن بدا المخدرات. دخلت لها بطريقه ادمان، بطريقه صدمه. شحال كان في عمرك سي عبد القادر؟ في الثلاثينيات، كان في عمري 20 سنه. واش هو نهضروا؟ الحاجة الوحيدة اللي عاونتني على الإقلاع عن المخدرات هي الصحبة الصالحة. هي الصحبة. الصحبة الصالحة. مخالطة الناس اللي كريم والرياضيين. الرياضة هي اللي نحت لك هذا. شفت. هي اللي قلعت لي هذا الشيء. الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. ذلك جلوس مع الوالدين. ربي يفضلهم ان شاء الله يحفظهم. عبد القادر، انت اكيد لما تكون مدمن تعرف مدمنين اخرين، هكذا؟ اكيد. بمعنى انه الصحبه تاعك كامل تولي مدمنين، يعني تولي تحيط نفسك بالمدمنين. قلنا انت على حساب الموقع تاعك واللي كنت فيه، وش هي الحاجه اللي تجبد الشباب هذول للمخدرات؟ هي كل واحد وعنده الحاله تاعو. كل واحد وعنده الحاله. واش هي عموما الاسباب هكذا؟ كاين اللي عنده مشاكل في راسه، مشاكل في حياته، كاين اللي عنده مشاكل. ان شاء الله يا رب. امين. نعطيها برا. تمدى لاي شاب جزائري اللي تضيق عليه يمشي للجامع. اللي تضيق عليه يمشي للمسجد. في المسجد خير كبير. عبد القادر. واش. عبد القادر، شحال كانت مدة الإدمان تاعك؟ 10 سنين. 10 سنوات. الحمد لله. قل لي في العشر سنوات هذه واش ضيع عبد القادر؟ سن الشباب. فترة الشباب. عشرين ثلاثين سنة، زهرة الشباب. الحمد لله أنك الحمد لله أنك هنيئا لك يا أخي. تهنيت من مشكلة كبيرة. ربي يفتح إن شاء الله أبواب الخير. ثبت إن شاء الله. عبد القادر.
عبد القادر اسمح لي من قبل لا تقطع، احنا احنا نوصيك وصية ان شاء الله، لانه انت راك من الناس اللي جربت وتعرف المداخل اللي ربما تدخل بها الى قلوب كذلك هؤلاء الشباب اللي راهم في المصيبة هذه، بمعنى انه تقدر تنشط في هذا المجال وتحاول تنقذ ان شاء الله شباب اخرين، لانه التواصل تاعك معهم يكون احسن من فئات اخرى ان شاء الله. ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي يقدرك ان شاء الله عبد القادر، بارك الله فيك. الله يعطيك الخير، الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اخ عبد القادر تقريبا يتحدث على المشاكل الاجتماعيه، يعني هي اللي تزج بالشباب في هذه. انا انطلق من الواقع صح، لا انطلق من الخيال صح. رانا في مجتمع جزائري صحيح. معظمهم إذا كان ساعدنا الشباب على حل مشكلاتهم الاجتماعية وإذا كان ساعدناهم باش يديروا ديور، يديروا أسر، يديروا عائلات، يوصل الشاب 28 سنة عنده أولاده 4 سنين 5 سنين في عمرهم ويشوف في أولاده، مستحيل يتبع المخدرات يا شيخ. مستحيل، لانه كاين الشيخ محمد ما زوجهمش في 30 سنه، زوج في العشرين، في العشرين على الطريقه القديمه الى السنين حتى ل 30. الله يبارك. لا لا انا قلت يعني على من باب الاحتياط كيفاش يقولوا ما لا يدرك كله. هذه وحده. ثانيا في رايي هناك آفة قاتلة للشباب ونبه اليها الصحابه اللي نبهت لها منذ قديم، اللي هي الفراغ، لو فيد. نفسك ان لم تشغلها بالحق يجب ان نملا حياه الشباب بالبرامج بالقران كما كانوا يقولوا، كل يكون اجماع. هذا اجماع. النقطه الثانيه هذه اشد تاثيرا من الاولى. نعم صحيح. المشاكل الاجتماعيه موجوده، بصح انا شفت الحالات اللي شفتهم يعني كثيره. ايه. ناس عايشين حياه اجتماعيه عاديه بالفرخاء وراحوا للمخدرات، ما عندوش مشاكل اجتماعيه، عنده الفراغ عنده الفراغ الروحي، فراغ هذا لازم نعمرو، الفراغ الدين، فراغ القلب من الايمان، فراغ القلب من الايمان. نعم فهمت، خواء القلب ولا خواء الروح، خواء الروحي. واش يخلي رائد الفضاء كيف يقول العلماء رائد فضاء الحق الاقمر سبحان الله يولي ينتحر؟ نعم علاه؟ قال لك صاب روحه باللي وصل كلش خلاص الحق الاقمر يا سي محمد ورجع، بعد صاب اللي بعد القمر ما كاش بالنسبه ليه الغربي يعني الانسان الغربي، خواء روحي فينتحر، قولك خلاص الحياه تاعي ما عندهاش معنى، القمر ولحقت واش نزيد. اذا الخواء الروحي خطير جدا على الانسان، وحنا الحمد لله احنا مسلمين عندنا الايمان، عندنا القران، عندنا الدين، نعمر قلوبنا بالدين بالقران ننقذ مجتمعنا. والله العظيم والله غير يحاسبنا ربي سبحانه عز وجل، يحاسبنا ربي بالكبار بالصغار بالمسؤولين بالأولياء بالمدارس بالمساجد بالعلماء، والله غير يسألنا الله تعالى. عندنا كنز، احنا عندنا كنز واسمه الإسلام واسمه القرآن واسمه الدين، كيف يضيع شبابنا، كيف يضيع أبناؤنا ونحن عندنا الإسلام؟ ما تجيش هذه، مستحيل. هذه اثنين ثلاثة وأخيرة. هذا مازال ما طرحش سؤالية، مازال سؤالك. أنا في رأيي هناك مسألة مهمة جدا أشرت إليها في لقاء سابق، اللي هي الصرامة في تطبيق القوانين. هذا هو اللي كان سؤالي. سبحان الله. تفضل. الصرامة لابد أن يكون هناك حزم في تطبيق القوانين، خاصة يجب أن تكون هناك منظومة متعلقة بالمخدرات والمسكرات والخمور حتى والتدخين، تدخين في الأماكن العمومية، تدخين راه التدخين ولا بلاء كبير ثاني. التدخين على شبابنا. نعم. ولد تاع 16 سنة، بنت في المتوسط في التعليم المتوسط تصيب عندها الدخان. مخدرات راهي الآن في الثانوية في المتوسط. الدخان كما قال الشيخ راه خلاص ديباسي، هذا ما نتكلموش عليه، يجهرون به الدخان. أنا في رأيي لابد أن تكون هناك منظومة قانونية صارمة خاصة في هذا الموضوع، بالنسبة للمدارس، بالنسبة للأسر، بالنسبة للشوارع، يعني يكون حزم في تنفيذ القانون. لما ننفذ قانون صارم أكيد كثير من الشباب سيتراجعون. صحيح. سيراجعون أنفسهم. نعم كما كان يقول الشيخ يحيى، الدين يحتاج إلى الرفق بالشباب، التدرج بهم،
صياغة عقلية تتقبل الوضعية الجديدة اللي هي وضعية منع هذه الأمور هذه المخدرات، ثم نربي الشباب باش يكون مستعد ينفذ التعاليم تاع الدين ويبتعد أكيد عن هذه الآفات الخطيرة جدا. شيخ أنا معليش يعني الشيخ يحيى لما قال المشاكل ليست هي يعني السبب الرئيس، السبب الرئيس لتعاطي المخدرات، وإن كانت هي سبب لكن ليست سبب الرئيس، إنما الفراغ الروحي الذي تحدث عنه الشيخ جزاهم الله خير. يعني حينما نرى مالك بن دينار رحمه الله تعالى يمسك رغيف عيش وكوب ماء أو كأس كوب فيقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما النعمة التي نحن فيها لجالدون عليها بسيوف. يا مالك أي نعمة أنت فيها؟ لا تملك سوى رغيف عيش وكوب ماء، هذه نعمة ترى أنت أن هذه نعمة؟ فكيف بالذي يمتلك القصور والدور والشركات والمؤسسات وما شاء الله سيارات فاخرة وبنايات فارهة؟ يعني رأينا هذا بأم أعيننا ولاحظناه وجالسنا هؤلاء الناس، ومع ذلك تجده في يعني حياة تعيسة، صدر ضيق. إذن القضية ليست قضية مادة، القضية قضية إيمان، قضية إيمان. يعني إذا كان الصحابة الكرام والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه يخرج من بيته فيصادف أبا بكر فيقول له يا أبا بكر أيوجد شيء في بيتك؟ يقول له والله ما أخرجني من بيتي غير الذي أخرجك يا رسول الله. ثم يمشيان شيئا قليلا فيجدان سيدنا عمر، يا عمر يوجد شيء في بيتك؟ فيقول والله ما خرجت من بيتي غير الذي ما أخرج من بيتي غير الذي أخرجكما، وهو الذي يقول صلى الله عليه وسلم إذا أصبح المرء آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه، عنده قوت يومه، ما قاش قوت شهره ولا قوت عامه، من منا لا يمتلك قوت شهره إلا القليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من علامات الساعة يكثر الخير فيفيض. المشكلة مشكلة ليست في الخير، وإنما المشكلة مشكلة قناعة، مشكلة إيمان، مشكلة يقين بالله سبحانه وتعالى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، فإذا المشكلة مشكلة تربية إيمانية، يقين بالله سبحانه وتعالى أنه هو الرازق هو المعطي هو المانع. الناس اللي والله لا يعرفون أسماء الله سبحانه وتعالى، الشباب لا يحفظون الفاتحة الكثير، ولا تستغرب الكثير لا يعرفوا يعني لا أحيانا نحن يعني في المسجد وأئمة ومع القرآن مع الذكر، كنت بعد غير شوية يوم أو يومين تجد القلب تاعك قاسي قصى، فكيف بالذي لا علاقة له بالصلاة وكيف بالذي لا علاقة له بالدين ولا علاقة، كلامه فحش وسماعه غناء ومشاهدته للأفلام الإباحية، كيف يكون قلب هذا الإنسان؟ نسأل الله العافية، ما نشن لأنه أي إنسان يقدر يكون، كيف يكون قلب هذا الإنسان؟ فهذا أكيد مفزعه وحله وعلاجه ودواءه المخدرات، بيعمر راسه بينسى المشاكل، لأنه الناس صنفان مؤمن وغير ذلك، إما أن تكون مؤمن قلبك متعلق بالله لسانك ينهج بذكر الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، فهؤلاء هم السعداء وهؤلاء هم الأشقياء، أسأل الله العافية والمعافاة. الله يبارك فيك أستاذنا أستاذ يحيى. نعم الأخ عبد القادر من تلمسان حكى تجربته، وأنت أشرت في بداية الحصة عن تلك الأرقام 600 ألف التي أفادكم بها مسؤول في مكافحة المخدرات والإدمان إلى غير ذلك، كان معكم في المسجد. نعم. ربما الاستعانة بالخبراء في هذا المجال في المسجد، كذلك الاستعانة بأمثال هؤلاء ممن تاب الله عليهم وخرجوا من هذه المحنة، ربما في خطاب مسجدي قد يستعين بهؤلاء، أو أن يوظف الإمام إن صح التعبير هذه الكفاءات عنده حتى يبلغ بها الرسالة على أحسن وجه. جزاك الله تعالى خيرا. لعل الوقت يعني بقالنا إلى قليلا أخي الأمير، ربما خمس دقائق يعني حاولوا نقدموا فيها بعض المفاتيح إن شاء الله. فممكن في أربع نقاط موجزة.
احنا بداية أمة ميزها الله تعالى بالإيمان والقرآن، فنقتفي أثر غيرنا في الجانب المادي، معنا نستعمل العلاج المادي كالتطبيب. قالوا يا رسول الله أن نتداوى، قال تداووا، لكن عندنا ميزة زايدة هي أن نستعين بإيماننا وبقرآننا. فلهذا نتمنى يعني يكون الأئمة حاضنين للشباب اللي تعاطى المخدرات. إذا جاء عندك شاب لا تعنفه ولا تهمله، ما تهملوش، بل احتضنه واعطيه فرصة باش يدخل في حاضرة الإيمان. ومتمني لو يكون عندنا مجموعة من الشباب الطموح اللي حابين يقدموا خدمة للأمة تاعهم وخدمة لأنفسهم يلقاوها عند ربي، وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله. لو نفتحوا حاجة نسميوها مركز علاج الإدمان بالإيمان، علاج الإدمان بالإيمان، بعض الجمعيات ما ممكن في إطار جمعية، في إطار مركز تدريب، ولا تكون برامج مدروسة كيفاش هذا الشاب نخليه يسمع القرآن، نحدثه عن الجنة، نحدثه عن النار، عن الآخرة، حقيقة الحياة الدنيا باش يعرف يغتنمها، نحيو فيه الإيمان. لأن المدمن أهم مشكل وتحدي بالنسبة له ضعف الإرادة، يفقد الإرادة أمام الإدمان. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان لا يبلى في جوف أحدكم كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد لكم الإيمان، معناه نجدد فيه الإيمان باش تقوى العزيمة تاعه ويخرج من الحالة هذه. هذه واحد. اثنين، بالنسبة للشباب الذين نجحوا في الخروج من الإدمان، الفكرة كتبتها الآن بعدما تسمعت الأخ عبد القادر، تمنيت لو الآن مثل هذه الحالات يعرفها الناس. كيفاش يعرفوها الناس؟ الآن عندنا حاجة تسمى صفحات الفيسبوك ومواقع التواصل. لو ننشئوا يعني شبابنا ينشئوا صفحة يسميوها مثلا موقع مدمنون نجحوا، صح، مدمن ونجح، قد تكون ممن نجحوا يديروا هذا، وخلي الناس تكتب، القادر ممكن أو يسمع فينا، خلي الناس تكتب، خلي الناس اللي دخلت. أنا نعرف حالة تاع شاب تصور تحول من الإدمان إلى طالب علم، الله يبارك، الآن حاليا راه عنده سنتين ملتزم بزاوية، راه يحفظ في القرآن قريب يختم، وراه يحفظ في السنن، يحفظ يعني في الأحاديث، يحفظ في السنن المتقدم، وراه يدرس في اللغة العربية ودرس في أبواب من العلم. ما شاء الله. بعد ما خرج من حالة إدمان، عاش حالة إدمان نقدر نقول لك تجاوزت حوالي 8 سنين أو 7 سنين، وبداها باكر، بداها في المتوسط، فالآن راح في حالة أخرى. فمليح لو نديروا موقع أو صفحة تاع فيسبوك نسميوها موقع مدمنون نجحوا، وخلي الناس تكتب التجارب الناجحة تاعهم في خروج من حالة الإدمان حتى يقتدي بها نعم غيرهم. نحتاج كذلك من شبابنا خاصة اللي راهم في إطار الجمعيات يديروا حملات تطوعية باش يروحوا هما للشباب، لأن عادة هذا الشباب منهم من يأتي إلينا وأغلبهم لا يأتي، يحتاج نحن أن نذهب إليه. وأعرف بعض الشباب يعني في إطار جمعية تابعة لشعبة جمعية العلماء المسلمين هنا في العاصمة، داروا حملة العام الماضي ومزودة بالمطويات، مزودة بالسيديات إلى غيره، واتصلوا بالشباب المدمن، راحوا للشباب المدمن خاطبوهم كلموهم، فتاب الكثير منهم وأقلعوا عن الإدمان والتزموا بالمسجد. نحتاج إلى هذا كعلاج. نحتاج كذلك إلى مركز استشاري أسري، لأن المدمن إرادته في العلاج ضعيفة، شكون اللي راه محروق باش يبرى هذا المدمن؟ باباه ويمه، هما اللي راه محروقين باش يبرى. مليح الآن تكون عندنا مراكز استشارية نستقبلوا فيها أولياء المدمنين، ونعطوهم توجيهات في كيفية التعامل مع المدمن وكيفية مساعدته على الخروج من حالة الإدمان. الله يبارك فيك أستاذ، جزاك الله خير. بشر الشيخ يحيى باللي هذا المركز كاين اللي موجودين ان شاء الله، ان شاء الله ربي يكثر منهم ان شاء الله. الله يبارك فيكم اساتذتي الكرام. بلغنا الختام في حلقه اليوم عن المخدرات وعواقبها على الفرد والمجتمع. بارك الله فيكم اساتذتي الكرام، شكر لكم موصول. مشاهدينا الافاضل، تحياتي، تحيات فريق العمل الذي خدمكم، دمتم اوفياء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.